جميل جدا أن نضرب عصفورين بحجر، يعني أن نفعل شيء نحبه بنفس الوقت نكسب المال، أو ندرس شيئين في وقت واحد، أو ونحن ذاهبون إلى مكان معين نشتري شيئا آخر كنا نريده، وبذلك نفعل شيئين في نفس الوقت. لماذا أقول هذا؟ لأنكم تسألونني ما فائدة أن نتعلم اللغة العثمانية؟ أولا، عندما نتعلم اللغة التركية فنحن تلقائيا نتعلم اللغة العثمانية تقريبا. لماذا؟ لأننا نعرف أطنان من الكلمات العربية، لأننا نعرف الحروف العربية ونقرأ فيها بسهولة، ثم نتعلم التركية. فإذا كنا نعرف الحروف العربية ونعرف اللغة التركية نتعلم اللغة التركية ونعرف كلمات عربية كثيرا، فهذا يعني أننا نستطيع بسهولة أن نعرف اللغة العثمانية. ماذا نستفيد إذا تعلمنا اللغة العثمانية؟ أولا، هي عبارة عن شرف وأحساس بالمكانة، لأننا أينما ذهبنا سنجد كلمات باللغة العثمانية، وأينما كنا سنستطيع أن نقرأها. ثانيا، سنكون باللغة التركية أقوى من الأتراك الذين لا يعرفون اللغة العثمانية، لأننا نعرف اللغة التركية مثلهم ونعرف اللغة العربية، ونعرف إضافة إلى هذا لغة أجدادهم اللغة العثمانية. مثلا أنا وصديقي التركي نمشي في الشارع، نرى كلمة مكتوب عليها، نرى جدار مكتوب عليه باللغة العثمانية، فأنا أقرأها وأشرحها له باللغة التركية وهو ينظر إليها هكذا متعجبا. الفائدة الثالثة أنها مصدر لكسب الرزق. بعد أن نتعلم اللغة العثمانية كما قلت هي سهلة علينا جدا، مع هذا نستطيع أن ندرس اللغة العثمانية، نستطيع أن نترجم كتب، مقالات لا نترجم كثيرا من العثمانية، لكن كتب ممكن، وممكن أيضا الوثائق القديمة والبيانات والشجرات العائلة وأشياء أخرى كثيرة موجودة باللغة العثمانية، وهذه الأشياء أجور ترجمتها غالية لأنها أمور تخصصية، الطلب عليها قليل لكن أجورها غالية. فمن يتعلم اللغة العثمانية لا يدري متى يحتاج أو متى تأتيه فرصة ليعمل بهذا المجال. لهذا السبب في كل فيديو من هذه الفيديوهات نلتقي مع نكتة باللغة التركية، نقرأها باللغة التركية ونترجمها إلى العربية، ثم نقرأها بالعثمانية، فنكون قد ضربنا عصفورين بحجر، تعلمنا اللغة التركية، قوينا لغتنا، وبنفس الوقت درسنا اللغة العثمانية. فهيا بنا إلى نكتة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، نلتقي اليوم مع الفيديو الثاني من فيديوهات اللغة العثمانية، ونتحدث فيه عن نكتة فكاهة من فكاهات جحا. لا أدري هل ستضحكون أم لا. أنا لا أعرف، هل نبدأ بقراءة النص باللغة العثمانية كما ترونه هنا أن نبدأ بقراءته باللغة التركية؟ اليوم سنجرب أن نبدأ بقراءة النص باللغة التركية، بعد أن نقرأه باللغة التركية ونفهمه ونترجم كلماته نعيد قراءته باللغة العثمانية. هيا بنا نبدأ بالقراءة. هجا، أؤشر أثناء القراءة أم لا، ما رأيكم؟ إذا نؤشر، نفتح المؤشر. هجا بير جن جماعتا فاز ورمك أزرا أتردو. هجا بير جن أتردو، الأستاذ في يوم من الأيام جلس. جماعتا فاز ورمك أزرا، من أجل أن يعطي الجماعة وعظا. إذا جماعت الجماعة في المسجد، جماعتا فاز ورمك إعطاء الوعظ، إذا فاز ورمك أزرا oturdu. طيب جلس على الكرسي ليدرس الناس. Ondan sonra ne oldu? Ve şöyle dedi. وهكذا قال. أي مؤمنler. أيها المؤمنون. أي مؤمنler. Size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? İzen. Biliyor musunuz? أي مؤمنler biliyor musunuz? هل تعرفون? Biliyor musunuz? Size ne söyleyeceğimi. Söyleyeceğimi الذي سأقوله. İzen. Size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? هل تعرفون? ما الذي سأقوله لكم؟ نعم، فماذا أجابه الناس؟ أونلر يعني الناس، هير ديديلر، قالوا هير. باللغة العربية نقول قال كذا وكذا، بالتركية نقول كذا وكذا قال. إذن أونلر هير ديديلر، هم لا قالوا، قالوا لا يعني. أودا هو أيضا ماذا قال لهم؟ ما دمكي بالميورسونوس كونشمانن نيارار وار. ما دمكي بالميورسونوس، ما دم بما أنه، ما دمك بما أنك كذا وكذا، بما أنه كذا وكذا وهكذا. ما دمك بالميورسونوز، بما أنكم لا تعرفون كونشمانن نيارار وار، ما هي فائدة الحديث؟ يارار فائدة، ضرر ضرر، عكس بعض، ضرر يارار. إذن كونشمانن نيارار وار، شو فائدة الحكي؟ ما هي فائدة الحكي؟ ديدي وكالكب جيتي، قال ونهب وذهب. هل نجعل المؤشر باللون الأزرق أم نجعل التأشير بلون آخر؟ ما رأيكم؟ اكتبوا هذا في تعليق، أنا أقرأ كل تعليقاتكم. طيب نكمل. دها سونرا، أنا كتبت هذا من دون أن
أعيد تصحيحه أو أعيد مراجعته فنسيت هنا حرف الأخ إذن هذه دها دها صنرا جري جالدي إذن دها صنرا فيما بعد جري جالدي عادة عادة فيما بعد يعني عادة إلى المسجد مرة أخرى يعني في مرة لاحقة جماعة أين سوريو تكرار سوردو جماعة للجماعة أين سوريو تكرار سوردو سأل السؤال مجددا لأن عندنا كلمة سوردو سأل سأل السؤال السؤال يأخذ لحق المفعول به سوريو سوردو الجهة أو الشخص الذي نوجه له السؤال يأخذ حرف الجر آ و آ جماعته كما نرى هنا جماعته سوردو peki devam ediyoruz جماعة şöyle cevap verdi نفس السؤال سأل للناس هل تعرفون عن ماذا سأحدثكم size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz هكذا سألهم evet جماعات أنا أيضا هنا أخطأت هنا حرف الام مرة واحدة والآ مرتين إذا جماعات شويلة جواب فردي الجماعة هكذا أجابت هكذا أجاب الناس إيفيت بليورز نحن نعرف ما ستقوله لنا أودا ما دام كي بليورسونوز بما أنكم تعرفون كونشمان نيارا روار فما فائدة الحديث في المرة الأولى سألهم نسويلة جامي بليورسونوز فقالوا هير فقال لهم كونشمان نيارا روار هل تعرفون ما سأقول لكم؟ فقالوا لا فقال لهم وما فائدة الحديث إذن إذا كنتم ما تعرفون في المرة الثانية سألهم نفس السؤال قالوا نعم نعرف قال إذا كنتم تعرفون فما فائدة الحديث كونشمان نيارا روار ددي وجاميدا أيرلد وانفصل عن الجامع يعني خرج من الجامع جماعت ششرب كالد ششرب كالد اندهشة في الأصل ششرد اندهشة ششرب كالد يعني اندهش بقي مدهوشا يعني هكذا ذهل أو هكذا طيب كان ديلارينا أين سوريو تكرار سورارسا إذن تكرار سورارسا إذا يسأل مجددا تكرار سورارسا كان ديلارينا لهم إذن إذا يسألهم نفس السؤال مجددا كان ديلارينا أين سوريو سورارسا تكرار سورارسا بير قسم إيفيت بير قسم دا هير ديا جواب vermek üzere anlaştılar إذن anlaştılar. Cemaat anlaştılar. اتفقوا الجماعة. اتفقوا الناس. ماذا اتفقوا؟ إذا سألهم نفس السؤال أين السرويو؟ تكرار سورارسا بير قسم إيفيت إذا قسم منهم إيفيت سيقول بير قسم قسم آخر بير قسم دا قسم الآخر أيضا هير ديا جواب هير هكذا لا ديا جواب vermek üzere anlaştılar. إذا vermek üzere anlaştılar اتفقوا من أجل يعني vermek için anlaştılar اتفقوا من أجل أن يجيبوا أن يجيب نصفهم لا ونصفهم بنعم ولنرى ماذا سيقول الهجا هجا أو سوريو üçüncü دفع سورنجا هجا أو سوريو üçüncü دفع سورنجا لما سأل الأستاذ هذا السؤال للمرة الثالثة جماعات anlaştıkları şekilde ikiye ayrıldı إذن جماعات anlaştıkları şekilde بالشكل الذي اتفقوا عليه anlaştıkları الذي اتفقوا عليه şekilde ikiye ayrıldı الجماعة قسمت إلى قسمين يعني bir قسم evet demişler bir قسم hayır demişler قسم قالوا نعم وقسم قالوا لا هجا onlara إذن هجا onlara الأستاذ لهم ماذا قال لهم öyleyse bilenler bilmeyenlere öğretsin dedi öyleyse إذا كان ذلك كذلك öyle ذلك سائلة إذا هيك إذا كان ذلك كذلك bilenler bilmeyenlere öğretsin ليعلم أمر الغائب ليعلم العارفون من لا يعرفون إذا ليعلم من يعرف من لا يعرف ها 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 شو الشيء المضحك في هذه النكتة لا أدري هذه النكتة أول مرة سمعتها سمعتها من ابن عمي وأظن كنت أنا في الصف الأول أو في الروضة أو في الصف الثاني أو هكذا وقالها لي ولا أدري هل ضحكت أم لا إلى الآن عندما أراها لا أشعر بدافع للضحك يعني ما معنى هذا هل تعرفون نعم نعرف وأيضا سمعتها من أستاذي في المدرسة نفس سمعتها في الصف الثامن تقريبا لكن ما المضحك في هذه الحكاية هل أنا لم أفهمها هل هي مضحكة ما رأيكم طيب الآن بعد أن قرأناها باللغة التركية المعاصرة نقرأها باللغة العثمانية ما المضحك في هذه القصة اكتبوا لي في تعليق طيب هنا هذه هي نفتح المؤشر مرة أخرى المؤشر ليس مفتوحا طيب نكبر هكذا طيب ماذا يقول بير ثانية بلان هذا المؤشر الكتاب نعم هكذا بي بلان الذي يعرف بلان بالمينا أورتسين هذا حرف اليوم شقه
İzen bilen bilmeyene öğretsin. Havaca hoca bir gün yumuşak g. İzen havaca yani hoca bir gün cemaate vaz vermek üzere oturdu. İzen cemaate vaz vermek üzere min ecli yatıbaba min ecli yani yayıfan nas oturdu celese yani celese ala kursiyil vazi ve şöyle dedi ve hakeza kal ey müminler eyyuhel müminun size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Onlar hayır dediler. O da madem ki bilmiyorsunuz konuşmanın هذا الحرف وحرف الكل فوقه ثلاث نقط يلفظ نين نون بغنه يعني konuşmanın او هكذا نون مع اخفاء او هيك شيء يعني konuşmanın yani نقول النون لكن يخرج الصوت من الانف اذا konuşmanın نكمل ne yararı var ما فائده الحديث dedi ve kalkıp gitti nahaba ve zehebe daha sonra fima ba'd evet geri geldi kemen rahunel ke fi fawqaha madha fi fawqa shaqta hakeza izan daha sonra geri geldi cemaate aynı soruyu tekrar sordu cemaate ilel cemaati aynı soruyu tekrar sordu selahu maraten ukhra cemaat şöyle cevap verdi cemaat şöyle cevap verdi hakeza ecabetel cemaa evet biliyoruz naam na'rif an madha satatahaddath o da هو ايضا يعني هو ايضا الان سنقول او ده كذا 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 قبل او ده ما دام كي biliyorsunuz bima annakum ta'rifun konuşmanın ne yararı var ki ya da konuşmanın ne yararı var ma faidatu el hadis hone lazım sekir kus aleyse kadarak hada ma qalahu izen dedi ve camiden ayrıldı ve terak el cami ve kharaj yani ma yuhib an yetekellem limaza la adri cemaat şaşırıp kaldı. Ennas şaşırıp şaşırıp kaldı. Taaccabu ve endehşu. Kendilerine aynı soruyu tekrar sorarsa, iden aynı soruyu tekrar sorarsa yani ize bir kısmı evet, bir kısmı da hayır diye cevap vermek üzere anlaştılar. Bir kısmı bir kısmin katab bir kısmı kısmı minhum evet. Bir kısmı da ve kısmı minhum aydan hayır diye cevap vermek üzere min ecli hazel cevap anlaştılar ittefaku anlaştılar peki hoca o soruyu üçüncü defa sorunca izen hoca o soruyu üçüncü defa sorunca lemme se'alel üstad hazel sualil merre thalife cemaat anlaştıkları şekilde kemettefaku ikiye ayrıldı ila kısmayn ikiye ayrıldı inkasamu ila kısmayn hoca da onlara ustaz lehum aydan maza kal öyleyse bilenler bilmeyenlere öğretsin iza hek iven öyleyse iven bilenler bilmeyenlere öğretsin dedi قال الاستاذ ليعلم الذين يعرفون الذين لا يعرفون هل هذا هو جحا ولا حدا اخر لا ندري peki انتهت القصة طيب هل هذه النكتة مضحكة أم لا السؤال الأول السؤال الثاني ما المضحك في هذه النكتة السؤال الثالث هل تفضلون هذه الفيديوهات أم لا هي مفيدة جدا كما قلت من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية هي من باب ضرب عصفورين بحجر يعني نحن نعرف العربية فنعرف كل الحروف العثمانية بهذا الشكل أو 90% منها ونعرف كثيرا من الكلمات العثمانية لأن أصلها عربي وأيضا نتعلم التركية فلا يبقى علينا لتعلم العثمانية إلا شيء صغير جدا وهو سهل وأيضا هي تحقق مكاسب مادية مع الأيام السؤال الثالث ما هو برأيكم هل نقرأ النص العثماني قبل أم النص التركي قبل أتمنى لكم دوام التوفيق كندنيزة شوقي بكن الله أمانت ولن صالقتك ولن görüşmek üzere إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته